نبقى في أجواء الموسيقى، لأن الشعر موسيقى طبعا والموسيقى الآن كلاسيكية، فعندما تتآلف نغمات التشيلو مع مقطوعات باخ الموسيقية نبلغ ذروة الإبداع الفكري والحسي، وعندما يقترن مشوار طويل من الدراسة بالوقوف على أكبر المسارح الموسيقية فالنجاح هو النتيجة. نستقبل في استوديوهات صباح النور عازف التشيلو المتميز نسيب الأحمدية للحديث عن مشواره الفني مع تشيلو ضمن فقرة نغم. أهلا فيك. بتحب البداية نتعرف عليك أو على التشيلو؟ ما بدكم انتو حال واحد. نعم، نتعرف على عازف التشيلو نسيب الأحمدية، كيف بلشت مشوارك؟ المشوار بلش من الطفولة طبعا، مثل معظم الموسيقيين اللي بيتعلموا أو بيهووا هذه الهواية بطبيعة الحال، من لأنه واحد جاي من أساسات عربية، موسيقى العربية كانت هي الأساس، وتعلمت بالأول على آلة العود وحتى درست بالكونسرفاتوار الوطني اللبناني، بس بنفس الوقت كان في فترة معينة لما يسمع ويشوف على التلفزيون كنت اسمع أوركسترات عالمية عم تعزف في الهارموني، صار عندي انجذاب غير طبيعي لأنه اتعلم على آلة مكنني أنه أعزف بوحدة من هؤلاء الأوركسترات. بالأول جربت أتعلم الفيولون الكمان، ومن بعد كم سنة جربت أعمل امتحان دخول بالكونسرفاتوار الوطني، كان بعده أعيد افتتاحه من بعد الحرب الأهلية، ولما عملت الامتحان الدخول كان في ضغط كتير على الفيولون وقالوا لي أنه بس ما في حدا عم بيقدم على الفيولونسيل، شو رأيك تقدم على الفيولونسيل؟ وعلى قد ما كنت حب هالموسيقى كانت ما فرقة معي أي آلة، المهم أعزف أي آلة توصلني أنه أعزف بأوركسترات عالمية أو بأوركسترات في الهارمونية. وهذا الشيء كان صدفة ممتازة، لأنه أنا متأكد حاليا أنه هذه آلة التشيلو هي الآلة اللي أنا خلقت لأعزفها. الفيولون يمكن ما كنت وصلت بين لها النجاحات اللي خبرنا عن مميزات هذه الآلة لمن لا يعرف. هي من عائلة الكمان بكل الأحوال، هي من عائلة الكمان، عائلة الكمان فيها الكمان والألتو الفيولا، بعدين الفيولونسيل بيصيروا يكبروا على طول، وبعدين في الكونتراباس اللي هو أكبر آلة وترية بتنعزف بالأوس. والتشيلو بيتميز انه هو مثل الفيولون، آلة بتعزف سولو، بتعزف النغمات الأهم، بس بنفس الوقت قريبة على صوت الإنسان. الفيولون صوت طبقاته عالية كتير بريليانت وهيك، بس الفيولونسيل فيه دفء أكتر، فيه صوت إنساني بيغني بمعظم المؤلفات، صوت إنساني بس صوت المنخفض أكتر، حتى الفيولونسيل بيقدر الواحد يعزف عليه بالطبقات العالية، بيصير حتى مثل صوت مش بس صوت رجالي. بس الفكرة هي انه بكل المؤلفات للموسيقار المؤلفين العالميين بيكون في للفيولونسيل على طول بيعطوه الميلودي اللي هي بتتكلم عن الأحاسيس الداخلية والشجن على الشجن بالضبط. نعم. قلت انه في ضغط على الكمان كان أكتر من التشيلو، ويمكن اليوم كمان في ضغط على الكمان أكتر، يمكن لأنه الكمان بنقدر نطوعه ويصير تجاري أكتر، يعني سهل أنه واحد يحمله معه وبينلعب فيه، بينلعب يعني بالمطاعم من خلال الكمان، إنما تشيلو له مطرحه الخاص، له كلاسيكيته، له نخبته، صح؟ بالضبط بالضبط. بس بشكل عام بالأخص الأطفال بينجذبوا دائما بالدرجة الأولى للآلات اللي عندها طبقة عالية واللي بتعزف بشكل سريع وعطول بالواجهة، يعني بتلاقي إنه بالأطفال عندهم عطول اهتمام بآلات الإيقاع، بآلات الإيقاع أو الترومبيت أو الفيولون أكثر ما بتلاقي الناس عم يتعلموا باسون أو ترومبون أو كونتراباس. بس مع التوجيه السليم من الكونسرفاتوار أو المعاهد المضبوطة بيقدر الواحد يوجه تلاميذ لما يلاقي أنه عندهم، يعني كل إنسان بالأخير حتى التلاميذ الصغار كل واحد عنده موهبة خاصة بقلبه. في ناس بتحسهم لما عم يعزفوا فيولون عم يجربوا يطلعوا صوت غامق، عم يجربوا يطلعوا صوت دافي، فممكن واحد يوجههم أنه باتجاه الفيولونسيل أو باتجاه الفيولا بمعظم الأحيان مع نجاح كبير. بس بالدرجة الأولى الإنسان والأطفال بالأخص بينجذبوا للشيء اللي بيلمع.
عادة العازف الموسيقي أو أي فنان يبحث عن هيك شخص يكون مثال أعلى أو ينعجب فيه كثير لحتى يمتثل فيه ربما. نعرف أن حضرتك متأثر بالفنان العبقري باخ. طبعا مش بس باخ، طبعا باخ إجا بفترة متأخرة. أنا بعتبر نفسي مع أنه عم بيشتغل بالموسيقى الكلاسيكية بعتبر نفسي تلميذ مدرسة الرحابنة. فيروز والرحابنة هن اللي بلشوا يعلمونا أو اللي لفتوا لنا نظرنا أنه الموسيقى ممكن تنعمل مع أنه تراثية وعربية وكل الألحان، بس ممكن تنعمل بدقة كلاسيكية إذا بدك. في عندهم يعني أغاني كتير ألحانة غربية، ألحانة غربية، وحتى الأغاني الشرقية جربوا يوزعوها وينظفوها ويعملوا الأداء العربي منه ارتجال 100%، جربوا ينظفوها. يعني بتلاقي أنه تسجيلات الرحابنة بالستينات والسبعينات نفس الموسيقيين اللي بيعزفوا بتسجيلات فيروز أو بالمسرحيات هني نفس الموسيقيين اللي كانوا عم يعزفوا بكل التسجيلات التانية. وبتلاقي أنه نظافة العزف بالإشياء اللي عملوها الأخوين رحباني أنظف، أنضج، مركزة أكثر، معمولة كلاسيكية أكثر، متأثرة بالنظام أو بالتقيد الموسيقي من الكلاسيك. فهذا الشيء هو أول شيء دربنا أو علمنا، حصلنا قدرتنا على السمع أنه نعرف أن الموسيقى حتى لو كانت عربية في إلى قواعد وفي إلى أصول وفي إلى درجات معينة من الاحتراف. رح نكمل الحديث معك طبعا نسيب، بس بدنا نسمع شيء سريع هيك مقطوعة سريعة على تشيلو بركي قبل الفاصل. ذكرتي باخ، بما أنه ما في بيانو هون حضر لكم قطعة ليوهان سيباستيان باخ المؤلف الألماني على التشيلو. صباح النور عم يحتوي أجواء الكلاسيكية بنهاية هالعام بداية عام جديد، بركي بيكون عام راقي. تسلم أنامنا نسيب الأحمدية بالأجواء ذاتها. تفضل، نحن رح نكمل معك إنما بعد فاصل قصير. إذا ابقوا معنا مشاهدينا، فاصل أخير نعود بعده لمتابعة صباح النور.
يعني نسيب الأحمدية، أنت بقيت معنا ضيف، ومن يعني من أجمل الفقرات هاي الفقرة اللي عم تنقلنا فيها، هيك أجواء رائعة يعني. صباح النور. يسعد صباحك. تسلم يا رب. كنت حابة هيك أسألك عن أنه أنت بتعيش بألمانيا. نعم. بس خبرنا عن تجربتك بألمانيا، وشو بتحس أنه هالبلد ضافت لك؟ يمكن لازم أقول كمان أنه ليه رحت على ألمانيا بالتحديد. من بعد دراستي بالكونسرفاتوار الوطني هون وعزفت بالأوركسترا السيمفونية 4 سنين، إجاني منحة كان عمري 27 سنة، يعني تقريبا كان تأخر الوقت أنه أطلع بعد ابتدي دراسة جديدة بأوروبا. بس كانت الفكرة هي أنه هذه آخر فرصة يمكن لإلي أنه جرب حظي أو اتعلم بوحدة من الجامعات بأوروبا وأقارن نفسي بالمستوى اللي موجود بأوروبا، لأنه هالنوع من الموسيقى مولود بأوروبا وهو أوروبي، مع أنه صار عالمي، يعني باليابان أو بالأرجنتين بيعزفوا نفس المقطوعات، بس المولد تبعه هو أوروبا وبالتحديد ألمانيا، يعني من باخ، بيتهوفن، بروكنا، مالا، شومان، شوبات، تقريبا كل المؤلفين بالعصر الكلاسيكي والرومانسي كانوا كلياتهم ألمان. نعم. فلما اجتني الفرصة أنه أطلع على ألمانيا ما تأخرت ولا لحظة. ألمانيا طبعا الفرق بين ما يدرس الواحد بلبنان أو يدرس بألمانيا، أنه الواحد لما تكوني بألمانيا عم تدرسي بنفس الجامعات اللي علموا فيها هؤلاء المؤلفين، اللي ساكني بالمدن اللي سكنوا فيها أو عايشوا فيها هؤلاء المؤلفين، وبتحسي إنه في الثقافة تبعتهم أو المؤلفات تبعتهم بعدها عم تنعزف بنفس الأماكن من وقت ما هني ألفوها، ففي تواصل تاريخي مع هؤلاء الآلات. يعني لما الإنسان يعزف قطعة لباخ ببيروت عم يستوردها، لما يعزف واحد باخ بلايبسيك هيدي مثل ما نحن عم نغني لأم كلثوم أو لفيروز، يعني هيدي ثقافتهم، هيدي حياتهم اليومية مبنية على هاي الموسيقى. فبتعلم الواحد الموسيقى بطريقة مختلفة. والجامعات اللي عندهم طبعا جامعات متفوقة، الجامعة اللي درست فيها بمدينة فايمر مسمات هو أسسها المؤلف والبيانيست الأسطورة فرانس ليست، يعني جامعة عمرها 250 سنة، عندها تقاليد طويلة عريضة، المكتبة اللي موجودة فيها، التأريخات والأرشيف الموجود بقلب الجامعة نادر جدا. ولما يكون الواحد عم يدرس بهيك جامعة بيتعلم أشياء مش ممكن يتعلمها عن بعد. نعم. تحدثت إذن عن يعني دراسة الموسيقى في أوروبا وتحديدا ألمانيا، ولكن أيضا تطرقت إلى موضوع ممارسة الموسيقى يعني عزف الموسيقى كعمل، هيكون طبعا له مردود أكثر أو يعني استمرارية أكثر هناك. طبعا، لأنه مثل ما قلتنا المؤلفين إجوا من هذه البلدان. نعم. وإجوا من هذه البلدان لأنه هن وليدة حضارتهم وليدة هالبيئة كلها، صحيح، هي جزء من الثقافة. يعني بالضبط. بس كيف تلاقي في البلاد العربية، وحضرتك يعني وقفت على مسارح كثيرة وعملت حفلات كثيرة هون، كيف لقيت إقبال المتذوقين الموسيقى بالأخص بلبنان؟ في مستوى عالي جدا لاستقبال الموسيقى الكلاسيكية، بس الموسيقى الكلاسيكية إن كان هون إن كان بأوروبا بعدها شوي إليتير، بعدها موجودة للناس اللي بيحبوا هالنوع من الموسيقى. منا هي منا popular music، يعني منا موسيقى شعبية واحد يسمعها بالسيارة، أو هي موسيقى معمولة للفكر، معمولة عشان هيك بنحكي نحن عن مؤلفات ومش عن ألحان. نعم. لأنه المؤلف إن كان باخ ولا برامز ولا مين بيتهوفن ما عمل لحن، هو عمل تأليف، وهذا التأليف بحاجة لإنصات، بحاجة لأنه الإنسان يروح على الكونسرت يطفي تليفونه ويقعد يسمع بس هذا العمل من أوله لآخره. عشان هيك حتى في تقليد أنه بقلب الكونسرت ما بيزقفوا الناس بين الحركات تبعت العمل عشان يسمعوا العمل بشكل كامل. بس بالعالم العربي موجودة، وبالأخص بقطر الأوركسترا اللي تأسست من 8 سنين بتخيل. نعم. أوركسترا قطر الفيلهارمونية، أوركسترا عظيمة، جابت أفضل عازفين من أوروبا جذبتهم على الدوحة، وصلوا 2 سنين عم يعزفوا بقطر. نعم. مستواها عالي جدا، وبما أنه عندهم الإمكانيات المادية استضافوا أهم قائدين أوركسترا بالعالم. نعم. بقطر، يعني بتخيل. ودار الأوبرا طبعا ما فينا ننسى دار الأوبرا بمصر اللي تألف بأواخر القرن 19. نعم. موجودة، بس موجودة للمتخصصين، للمتخصصين أيضا من المتلقين. بأوروبا هذا النوع من الموسيقى يومي،
يعني ما في حدا، ما في تلميذ مدرسي ما بيروح بيحضر أوبرا من خلال صفه، لما الصفوف يعملوا بصف معين بياخدون رحلات على دور الأوبرا. في أوبرا مؤلفة خصوصي للأطفال معمولة على الأساطير تبعت الأطفال، معمولة عنها أوبرا، بتحسي إنه هذا جزء من الحياة اليومية. ويمكن صار جزء من الحياة اليومية لإلك، يعني بما إنه أنت ربطت الإنصات وانه هيك الانسان يعني اللي بيحب هالنوع من الموسيقى هو شخص هيك بيحب الهدوء كمان، فانت رحت على الارياف كمان، عايش بالريف ببرلين. طبعا هاي سرقتها منك المعلومه. القرار كان انه انا بحب الطبيعه كثير، بحب الغابات. ما بعرف اذا كل الموسيقيين هيك، بتوقع انه هيك بحبوا دائما باغلب الاحيان. نعم لانه الانسان بحاجه من بعد الضغط الشغل والموسيقى بشكل عام، بس الموسيقى الكلاسيكية بالتحديد بحاجة لتركيز عالي كتير، لأنه الموسيقى مبنية كتأليف ومش كلحن طالع انسيابي. التأليف عطول فيه أفكار جديدة مدخلة على اللحن بطريقة فكرية، فالعازف اللي بده يعزف هذه القطع بده بحاجة لدرجة تركيز عالية، وعشان هيك الواحد بينبسط لما يخلص شغله أنه يكون ينزل يتمشى بالغابات وما يكون في ضجة مدينة. تعاملك مع موسيقيين أجانب وعالميين شو أضاف أيضا إلى دراستك العالمية؟ هيدي واحدة من الأشياء اللي أحسن شيء صار بحياتي، إنه لما دخلت على أوروبا انفتح لي المجال أدخل بأجواء موسيقيين مع موسيقيين فعلا ممكن تقولي عنهم أسطوريين، يعني مثل كلاوديو أبادو، دانيال بارنبويم، يويوما، أسماء كنا نسمعهم هون على السي دي، يعني كنا نشوف حالنا أنه أنا عندي سي دي لإلهم. نعم. لما يصير لي الفرصة أعزف معهم وأتعرف عليهم شخصيا وشوف كيف إني بفكروا، كيف بتعاطوا مع هذا النوع من الموسيقى، كانت تجارب ما بتتقدر بثمن، يعني تجارب فعلا أضافت مش بس على خبرتي الموسيقية، أضافت على شخصيتي، على كإنسان، إنه كيف الإنسان. هؤلاء الناس انشهروا لأنهم مش بس عملوا موسيقى، هن استعملوا موهبتهم وموسيقتهم ليغيروا بالمجتمع تبعهم، يعني بتحسين عطول هن داخلين بمشاريع ثقافية، بناء مدارس، بناء مؤسسات ترعى المواهب. الآلات هذه اللي نحن نعزف عليها آلات غالية جدا، صعب أنه تلميذ أو مبتدئ يحصل على آلة من هالنوع. نعم. فهودي الموسيقيين الكبار كمان ناشطين بمجتمعاتهم أنه يأمنوا للجيل الجديد آلات موسيقية ودراسة مضبوطة. بالضبط. فهذا شيء طبعا ما بيتقدر بثمن. نعم. كنت حابة أسألك هيك سريعا لأنه بدي أسمع موسيقى، فشو أنت اشتغلت هون بلبنان ودرست وكمان طلعت على ألمانيا، برأيك هيك من هاللفة الطويلة شو المعيقات اللي بتواجه الموسيقي العربي؟ شو الأشياء اللي مش موجودة بدولنا العربية لأي موسيقي لحتى يوصل؟ موضوع سؤال كثير جيد. الفكره هي انه بالحضاره العربيه بشكل عام الموسيقى هي جزء من الترفيه ومنها جزء من الثقافه، يعني لما الواحد يسمع موسيقى بيسمعها بعرس او ليرقص او ليتسلى او لينسى همومه. الموسيقى بأوروبا هي جزء من الحياة اليومية، في موسيقى للحزن، في موسيقى للفرح، في موسيقى للتفكير، في موسيقى للتأمل، في كل مؤلف بكل الأجواء. هذا الشيء اللي بيخلي الموسيقى بأوروبا يكون جزء من الحياة اليومية. بالمجتمعات العربية بتحسي إنه الموسيقى عنده وظيفة واحدة، وإذا ما عمل لها الوظيفة صعب ينشهر أو صعب حتى يطلع معيشته. نعم. هودي عوائق أنا برأيي صعب التخطي عنها لحديت ما يصير المجتمع مستعد إنه يدخل الموسيقى بكل ألوانها بالحياة اليومية. يعني إحنا سعيدين أكيد إنه أنت تخطيتها كمان وحابين نسمع. شو بتحبوا تسمعوا؟ على فوق بأوروبا لازم نذكر العازف المؤلفات اللي عزفناها. من بعد الفاصل الإعلاني عزفت قطعة البجعة لكاميل سانسونس. يمكن هلأ بعزف لكم قطعة لمؤلف هنغاري اسمه ديفيد بوبر. اللي هو عازف تشيلو كان مميز وعمل كتب
كتيرة تداريب لآلة التشيلو. نعم. وواحد من هذه الإتيودز بيسمون واحدة من هذه الإتيودز راح أعزفها رقم 22. يلا يعني بدي أشكرك كثير نسيب، لأنه عن جد يعني كانت المقطوعات اللي عزفت لنا إياها كانت أكثر من رائعة. هي آلة واحدة يعني وسولو، ولكن أجواء عديدة. نعم. بين كل مقطوعة هذا اللي جربت حضره. بس كمان يعني كان الواحد كان بيودي اعزف قطعه كثيره اكثر، بس الاله التشيلو هي من الالات اللي بتعزف ميلودي، وعلى طول بحاجه لمرافقه مرافقه بيانو بمعظم الاحيان او اوركسترا، بس البيانو يعني بلقاءات ثانيه اكيد يعني احنا كمان نتمنى انه نستضيفك اكثر من مره. عازف للتشيلو نسيم الاحمديه، شكرا كثير على هالاجواء الحلوه وللاجواء المميزه اللي دائما ضفتها اليوم على الاستديو عندنا، وبتمنى لك اكيد التوفيق بمشاريعك المستقبليه. شكرا كثير. شكرا على الاستضافة.